اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني مريان في بلاد الامريكان. والنهارده حلقه من حلقات الريستورانت وازاي نعمل اوردر في الريستورانت, يعني ريستورانت بعينه, لان كل تختلف من محل لمحل. احنا هنا في محل اسمه تشيربوتلي, اكيد ناس كتير عارفاه. انا هنا مش بتكلم للناس اللي عارفه او الناس اللي فاهمه ازاي بتعمل الاوردر, بس انا بتكلم للناس اللي لسه جايه جديد. تشيربوتلي محل من المحلات اللي هو ايه اللاتينو او اللاتين, اللي هو مهتم قوي باكل اللاتين الاسبان يعني عامه. هنا بتنقسم الاوردر بتاعك, بتدخل بتعمل يا اما تختار انك انت تاخد الاكل بتاعك في بريتو اللي هو العيش, يا تعمله في طبق اللي هو البول دي, او تعمله مع التاكو, او تعملها كسلطه. بتختار الاول, اول ما هروح هناك هقول لكم ازاي تعمل الاوردر. لو انت عايز مثلا البوليتوس في عيش, بتختار الرز, في عندك نوعين رز, فتختار الابيض يا البني, وبعد كده في سلطه او في حاجه زي كده بتضاف عليها, وبعد كده بتبقى بتختار نوع اللحمه اللي بتضيفها عليه, لحمه او فراخ, وبعد كده يعني بعد كده بتختار المكملات اللي هو السلطه اللي بتتحط فوقها. فانا اول ما هدخل, ان انا هروح اجيب لماريان فيجي بول, لان احنا في الصيام, فانا بختار اللي هو ده. انا عملت قبل كده حلقه عنه للناس اللي هو قلت اللي هو انت عايزين محتارين تاكلوا ايه بره, ولو انتوا صايمين فممكن تاكل تشيربوتلي. فانا مش هختار اي لحوم, هيبقى فيجي. بتختار الرز, وبعد كده بتختار في حاجه اسمها فاهيتاس اللي هي نوع الخضار كده مسلوق بتحط عليه, وبعد كده بتختار اللحمة. طبعا مش هختار لحمه ولا هختار اي حاجه, بختار المكملات. بعد كده بختار بينز, في بينز اكشن في بعد الرز, في بتبقى بينز, ده اللي هو البيس. بعد البيس بيبقى اللي هو الحاجه اللي في النص اللي هي اللحوم, وبعد كده المكملات اللي هي بتبقى السلطه من فوق. فلما نوصل هناك هقول لكم ازاي نعمل بالظبط بالخطوات. ماشي, خليكم معي. انا الدور بتاعي قرب, عشان كده انا فتحت الفيديو تاني. فهنا انا هختار هقول لهم هنا. بص, شايفين ادي الرز, نوع رز, نوعين رز, ثلاثة, بعد كده البينز, ياما بعد كده تحط فراخ, ياما تحط لحمة. فانا هم هنا بيعملوا اوردر اونلاين, فانا سيد ميديم. يا اما رز ابيض زي ما انتم شايفين, يا اما رز بني. انا مش عارف الريفليكشن عامل على البتاع النور يعني اللي ضاع. شايفين زي بتحط الست دي كده. فانا هما بيعملوا اونلاين اوردر, فانا هطلب هما بيحطوا لحوم زي ما انتم شايفين, بيحط الرز الاول او بعد كده البينز لو عايز, بعد كده بتحط اللحمه, النوع اللحمه. انا هعمل فيجي برجر, انها ممكن تحط البوريتوس, شايفين بوريتوس, ممكن في ناس بتطلب البوريتوس بس لوحده. Yes please, I need one veggie burger, veggie ball please. Yeah, white rice. I need the both of them please. Both of them. But yes please. And fajitas please. Extra fajita please. And nothing else. هنا انا طلبت, ما طلبتش اي حاجه من اللحوم, ان هي مفروض فراخ ولحمه وحاجات زي كده. هنا المكملات بتاعتي, هنا بقى اللي هو صلصه, توميت, طماطم, في جبنه, في توميت بليز, ليتل بيت اوف ذا هات, ليتل بيت ذا ويل بي. هنا حطيت انا, معلش الشحن فصل, معلش ايه اللي حصل, بس حطيت طماطم, حطيت هات, وفي تحط شيز لو عايز, حط واكامولي وحط اللاترز. That's it, that will be it. طبعا انا معلش ايه اللي حصل, التسجيل فصل, بس انا عامه انا جبت عملت الاوردر زي ما انتم شايفين كده, مفيش زياده فيه. انتوا بتحطوا زي ما قلت لكم, لو انتوا حابين اللحوم طبعا بتحطوا اللحوم. انا ما اعرفش ليه البتاع بيفصل, بس انت زي ما التسجيل كل ما بقى بيفصل. شايفين هو كان في الاول حتى حاطط الاسم القديم بتاعه, كان اسمه مكسيكان جريل, وغيروا لتشيربوتلي. عامه انت شفتوا طريقه
طريقه عمل الاوردر سهل جدا على فكره، مش صعبه خالص. وده كانت حلقه من حلقات ازاي نعمل اوردر في المحلات الامريكيه. فده كان من محل شربوطلي. يا رب الحلقه تعجبكم، وكنتم مع هاني ماريان في بلاد الامريكان. سلام.